المحطه ديال الطاكسيات، المحطه ديال الطاكسيات كانوا وعدونا بان غتكون بالمرافق وغتكون واحد المحطه نموذجيه، ولكن للاسف ما كاينش، ما حتى الوتيره ديال الاشغال في هذه المحطه ثقيله بزاف، هذا هو اللي كاين. وحنا كنا حنا علاش واقفين دابا وعلاش كنصور هذا الروبورتاج، على اساس انه على الحفار اللي كاين والمشاكل اللي كاين خصوصا ملي تهطلت هذه الامطار، هذا بينت الحاله الكارثيه ديال الشوارع. قربوا لنا الصوره، انا كنشوف هذه المحطه ما دارش بالشكل اللي خاصها تدار به، لان جات حدا مدار، وهذا المدار كيشكل خطر على المهنيين وعلى المواطنين بصفه عامه، هذا هو المشكل اللي كاين. حنا كنعطيو اقتراحات وهذا، ولكن للاسف ديك الاقتراحات ما كيتخاتش بها. حنا اللي كنتمناو من المسؤولين ان تكون عندهم اذان صاغيه، خصوصا المهنيين، لانهم هما دائما في الشانطي، هما اللي كيكونوا اضرب بالمشكل. لو تصنتوا المهنيين كنظن غادي يكون حل. المواطن راه كيعاني معانا في المحطه هذه. الا طلعتي غير في هذه الامطار الخير كطلع كلك غيس، كلك حاله، الطوموبيل ماشي في كارثه، المواطن في كارثه، المهني في كارثه، والكارثه الكبيره وهو محطه اون فاس مع مدار. الا جا غير موك غادي يسوق كل شيء. هذه من بين الاسباب، من الاخطار اللي كاينه عندنا حنا في اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.